الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي بمدرسة دوحة المعرفة الخاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد صف رابع في مادة التربية الإسلامية. نكمل اليوم حفظ الآيات من سورة النازعات. هيا بنا نقوم بتلاوة الآيات السابق دراستها الحصة السابقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. صدق الله العظيم. اليوم يا أحبائي ندرس الآيات من 21 إلى 30 بالرجاء صف رابع حفظ الآيات حفظا كتابيا. هيا معي نستمع إلى تلاوة الآيات. ردد معي الآيات بصوت جميل وبطريقة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. صدق الله العظيم. هيا بنا نقوم بتلاوة الآيات من أول سورة النازعات إلى الآية 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. صدق الله العظيم. أتمنى صف رابع أن نكون قد حفظنا الآيات حفظا جيدا. أتمنى أن نحفظ الآيات كتابيا صف رابع. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.